السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد الحلوى سهلة وسريعة، دائما ضمن سلسلة ديال حلويات الشاي البسيطة وسريعة التحضير. هاد الحلوى ديال الصبيعات اللي كتجي زوينة بزاف في المذاق وكتجي هشيشة من داخل ومقرمشة من برا. نتمنى أن هاد الوصفة تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. إذا على بركة الله، في إناء هنا وضعت جوج حبات ديال البيض، وغادي نزيد هنايا كاس ونص ديال السكر الخشن او سكر سنيده. بالنسبه دائما الكاس فهو دائما ديال العنبه او كاس الشاي. المقادير دائما بالجرام وبالمليليتر غادي تلقاوهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. من بعد دائما بنفس الكاس غادي نزيد كاس الا ربع من الزبده الذائبه. انا استعملت هنا المارغرين، استعملوا اي نوع ديال الزبده بغيتو او اي نوع موجود عندكم. غادي نزيد كذلك بنفس الكاس كاس الا ربع من الزيت النباتيه، وغادي نزيد شويه ديال الفانيلا. انا استعملت البودره، ما غاديش تلاحظوها هنا لانني قطعتها في المونتاج. المهم كتزيدوا واحد ساشي ديال الفانيلا او ملعقه صغيره ديال الفانيلا البودره. كتخلطوا كل شيء مزيان بهذا الشكل هذا باليدين او بالخلاط على حسب اللي بغيتوا. ومن بعد غادي نزيد هنا واحد يوغورت صغير او زبادي من الوزن ديال 80 غرام، من اي نكهه موجوده عندكم او اي نكهه مفضله عندكم. كنزيد اليوغورت ديالي، وكنزيد جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات او ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر. ونبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع عندي عجين اللي كيكون رطب وكيتلصق شويه في اليدين. بالنسبه لنوعية الدقيق، انا استعمل دقيق خاص بالحلويات. دائما الدقيق على حسب النوعيه اللي عندكم، فكتضيفوه حتى كتحصلوا على عجينه بهذا الشكل. بعد ما جمعت العجينه ديالتي مباشره كنبدا نشكلها على شكل صبيعات. فالشكل او الحجم ديال الحلوه ديالكم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي نشكلها انا على شكل صبيعات صغار بحال هكا لانهم غادي ينتفخوا. فاحنا استعملنا جوج ساشيات ديال الخميره، فهما كينتفخوا شويه. هاد الحلوه كتنتفخ شويه. فمن بعد ما كنشكل الحلوه ديالي او العجين ديالي كامل على شكل صبيعات، تفتو في الصينيه، تفتهم في الصينيه اللي مدهونه بالزيت او مفرشة بورق طهي اللي بغيتو. كندهن حبات صفار البيض بهذا الشكل. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، فكندخل الحلوه ديالي الاسفل، فانا غادي نستعمل الفرن ديال الغاز. فكنشعل على النار على الحلوه ديالي من الفوق حتى كتبدا تشقق، يعني بحال الشكل ديال الطياب ديال الغريبه. من بعد ما كتبدا كتشقق عاد كنرجعها الفوق باش تكمل طيابها، وكيكون الشكل النهائي ديالها هو هذا. كتجي زوينه بزاف في المنظر، حتى في المذاق كتجي رائعه. المذاق لذيذ بزاف، كتجي مقرمشه من على برا وهشيشه من الداخل. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم الفيديو، تشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد من الوصفات. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.